السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، كما تقبل أمير المؤمنين تهاني. المهم اخي محمد السادس ياك، مرحبا، تحياتي بصحتك اخويا. المهم هاد التصرفات هادي في خاطر الزفزافي وفي خاطر جميع المعتقلين، في خاطر جميع المظلومين من الشعب، في خاطر القناوي، في خاطر مول كاسكيطة، في خاطر بودوح اللي اختطفوا من مدينة تيفلت، وفي خاطر انا اللي تنعيش مع دينكم دابا داخلين في 11 عام ديال المنفى، فهمتي؟ تحياتي. وتصفيقة 5-5 فهمتيني، تهلا ليا في كرك. ولا بغيت نوضو ربا راه نوضو، ما عنديش مشكل، ما تنعترفش بربك نتا ولا بالدين ديالك ولا بهاديك إمارات المؤمنين ديالك وديك التخربيق، فهمتي؟ ولا عندكم شي قلوة ديروها، فهمتي؟ لأنني مستعد نتعرف على دينكم قلواني، فهمتي؟ نشوه دينكم يا اللي تتعفو على البيدوفيل والقوادة والشمكارة. المهم تحياتي وعاش الشعب ويدك فيه. تاع عربية محمد السادس. أوكي. أحسن بيرة في العالم كورونا. تحياتي.